وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. بداية، هجمات عديدة للطيران الصهيوني منذ صباح اليوم، هل من معلومات عن هذا القصف ونتائجه؟ نعم أخي الكريم، المعلومات لا تزال تتوالى تباعا. آخر معلومات القصف الصهيوني على قطاع غزة كانت استهداف سيارة مدنية قبل حوالي نصف ساعة من الآن، أدت إلى ارتقاء أحد المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استهداف وتدمير عدد من المنازل، بعضها في حي الشجاعية في غزة والبعض الآخر في النصيرات وفي خان يونس. ولا تزال الهجمات الصهيونية، هجمات الاحتلال الصهيوني لا تزال متوالية حتى اللحظة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حالة من الهمجية تمارسها قوات العدو الصهيوني بعد أن عاش الشعب الفلسطيني ليلة كذلك مأساوية تمثلت في استهداف مقار مدنية مختلفة ومقار إعلامية مختلفة، كذلك بينها مقر وكالة الأناضول هنا في قطاع غزة ومكتب لإعلام الأسرى ومكاتب ومؤسسات مدنية، كلها تواصل قوات العدو الصهيوني هذه الهجمات كذلك بعد قتلها للعديد من المدنيين الفلسطينيين، أبرزهم كانت طفلة 14 شهرا بالإضافة إلى والدتها التي استشهدت في وقت لاحق وهي حامل وفي شهرها الثامن، بالإضافة إلى جنينها. كل هذه الجرائم الصهيونية لا تزال متواصلة. طيب، على غزة نتنياهو يأمر بمواصلة القصف ويعني إرسال تعزيزات لوحدات الجيش على محيط قطاع غزة، هل يمكن أن يكون هذا هو استعداد لقوات الاحتلال الصهيوني من أجل اقتحام غزة؟ يعني هذه تأتي في إطار، ندرك أنها تأتي في إطار الحرب والدعاية الإعلامية فقط من قبل نتنياهو. نتنياهو قبل قليل، قبل ساعتين من الآن، أحد جيباته الاستخباراتية العسكرية كان يتجول في محيط غزة، استهدفته المقاومة الفلسطينية بأحد الصواريخ الموجهة. وقبل أن أتحدث معكم كذلك، فصائل للمقاومة الفلسطينية في عملية مشتركة أعلنت بأنها استهدفت دبابة على بعد كذلك من غزة. إذن هو لا يستطيع أن يدخل أمطار قليلة في غزة ويمارس الغطرسة من خلال ضربات الجو. هذه التعزيزات التي يتحدث عنها أمنية حقيقة المقاومة الفلسطينية في غزة أن تتقدم صوب غزة، لأن التقدم بكل تأكيد سيوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الصهيوني الذي لا يتمكن ولا يجيد لعبة الاقتحام البري لغزة، وإنما يمارس عنفوانه وعربدته من خلال الجو، من خلال الطائرات وغيرها. نعم، الذي يستقوي من خلالها على المدنيين. في المقابل، غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت قصفها بئر السبع وعسقلان، يعني هل المقاومة تتخذ بهذا قرار المواجهة المفتوحة؟ يعني حتى اللحظة لا يمكن أن نقول بأنها مواجهة مفتوحة، لكن بالأمس كان بيان لغرفة عمليات المقاومة الفلسطينية بأنها ردت على جرائم الاحتلال التي ارتكبت يوم الجمعة باستهداف مواقع عسكرية فلسطينية وقتل مدنيين لم يكن داعي لذلك، وأنها اكتفت بهذه الردود. العدو وحذرت الاحتلال من مغبة يعني الاستمرار في استهداف المدنيين في غزة. كان رد الاحتلال بأنه استهدف عائلة فلسطينية، قتل طفلة 14 شهرا ووالدتها وشقيقتها وكل هذه الأمور. هذه الأمور دفعت المقاومة الفلسطينية التي وجدت ضغطا كبيرا من الشارع الفلسطيني لضرورة الرد على جرائم الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر، مماطرة الاحتلال الصهيوني بتنفيذ التفاهمات ضد غزة هي ما تدفع المواطن الفلسطيني الآن لتشكيل حاضنة كبيرة لغرفة عمليات المقاومة. أكثر من أي وقت مضى الشارع الفلسطيني الآن يتحدث بإشادة كبيرة عن إنجازات المقاومة. نعم، ويطالب المقاومة الفلسطينية باستمرار التصعيد، لكن بالمحصلة هذه الأمور قد يتم تداركها من قبل أطراف دولية مختلفة لا تسعى إلى افتتاح مواجهة موسعة مع الاحتلال الصهيوني يكون فيها المتضرر كذلك الصهاينة والجمهور الفلسطيني. أيمن دلول الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.